تقول فيها: أنا والحمد لله طالبة في الجامعة، ولي مصروف خاص من والدي، وأنا في كل شهر أخصص مبلغا لأتصدق به، ولكن هذا المبلغ تقريبا قليل وأخجل أن أعطيه لإنسان محتاج. لذلك عندما أجد هناك في الطريق امرأة عجوز تبيع بعض ألعاب الأطفال وتبيع أطعمتهم، فهي والحال مالك لا تقبل الصدقة، لكني أشتري منها أشياء بنية أن أنفعها أيضا، هل أكون مأجورة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. هذه ليست للصدقة، هذه بيع وشراء، ولكن أعطي الصدقة للمحتاج ولو كانت قليلة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة وإن كانت قليلة إذا كانت بنية صالحة ومن كسب حلال فإن الله جل وعلا يتقبلها وينميها لصاحبه، فلا تحقري من الصدقة شيئا، والمحتاج كل شيء ينفعه ولو كان قليلا. نعم.